عيب 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 كله كور زي ما تعلمنا ايش تعلمنا كيف نتحرك بدون كورة اثنين ثلاثة وان تيم وان تيم شامبيونز. الهدف من الأكاديمية هي ضمن البرامج المسؤولية المجتمعية لنادي تشامبيونز، وإحنا بنعمل من خلال برامج محضرة مسبقا، من خلال برامج صحية وترفيهية ورياضية للعمل على شفاء هؤلاء الأطفال من خلال الرياضة لزيادة المناعة والعمل على تحسين الجانب النفسي لهؤلاء الأطفال. وتم الاتفاق مع دكاترة ومختصين للعمل من خلال برنامج محضر ومخصص لهؤلاء الأطفال، لأنه العمل معهم بيكون حساس جدا بسبب أوضاعهم الصحية. في البداية نعم واجهنا صعوبات بسبب الوضع الصحي لهم، ولكن تم التواصل مع الأطباء لمعالجة الصعوبات هذه، وتم الحمد لله إعطاء الحلول اللي تساعدنا أنه إحنا نستمر بهذه الأكاديمية. تعليم كرة القدم لم يكون الهدف ولا جسر يحقق المرأة خلاله انتصارا ساحقا على المرض الخطير لمرضى السرطان، هل يحق قائمون عليها أن تكون جسرا يحقق المرضى من خلاله؟ إننا سنبنى لعب رياضة، الرياضة بتحسن الوضع الصحي، طلعنا من جو البيت لجو رياضي وجو ممتع. بلعب وبتدرب في نادي تشامبيونز، حلقيت بنسى الهم كله. نادي تشامبيونز كل جمعة بلعب عندها كورة، تدريبات ولعب، وبنلعب ضد فريق مرات، بنلعب تدريب وضد فريق وبنلعب كل شيء وناسين كل الهم اللي فينا. تعليم كرة القدم لن يكون الهدف الوحيد. أنا والدة معتصم معين النبي، مريض بأورام منتشرة يعني في عدة مناطق من جسمه، على الدماغ، على العين، في الوجه. هو والله بيحب يعني الكورة، فلما التحق هان بالنادي احنا كنا مبسوطين كتير، لأنه كان إشي بإشراف طبي، فما بنخافش عليه إنه يعني يتعب أو كذا. لما كان يلعب في مناطق تانية كان يكون تعبان كتير، فهو كتير الولد مبسوط وكتير الولد يعني متفاعل في الألعاب اللي هنا، وبنلاحظ يعني إنه هو يعني تحسن يعني معنوياته كتير مرتفعة، وملاحظين كتير تحسن على الولد. يوسف أنا نبيل لعب كرة. أيوة هاي معك سعد الله، برافو، يلا ها هوب دورة كريم، دورة كريم أي حالة كابتن أسد كويس ممتاز.